في بشر ما بيقبلوش أي اعتذار، ويقبلوا أسفك بالتشفي والانتصار، بيرفضوا مع إنهم زيك بشر، ويعذبك ذل الإهانة والانكسار. ورغم إن الله هو القوي هو القهار، هو المذل المنتقم هو الجبار، هو الحكيم هو الرحيم هو الغفار، في كل وقت فتح لك باب الاستغفار. كم مرة رحت طلبت منه المغفرة وهو الملك ما طلبش منك الانتظار؟ بتروح له شايل من الذنوب ما يغضبه، تلاقيه برغم ان انت مذنب في انتظار، ورغم انه قادر يمنعك من المعصية في ملكوته سيبك وسط نعمه ليل نهار. وكل الملائكة ما تيجي تكتب سيئة يؤمر بصبره وحكمته أمر انتظار، فرصة تروح تستغفره. سبحان الله، في لجؤنا ليه يوهبنا نعمة الاختيار، وكنا حنقبله بذنوبنا كلها لو ما كانش وهبنا نعمة الاستغفار.